السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعدناكم بموضوع تقوية العضلات أو فيديوهات تقوية العضلات، واليوم رح نبدأ بأول فيديو فيهم. طبعا ما حدا يقول لي في عضلات قوية مهمة وعضلات ضعيفة وعضلات ما هي مهمة وعضلة العضلة الفلانية أهم العضلة الفلانية، رح نقوي عضلات الجسم كله. ورح نبدأ اليوم بعضلة بسيطة هي عضلة الساعد. عضلات الساعد طبعا لحدا يسأل فيها اي شيء عم نعمله بحياتنا عم نحرك فيه ايدنا، وحركه هالايد هذا شايفينها هاي هالحركه هاي كلها داخل فيها عضلات الساعد اللي هون. اي شيء بنعمله بشغل هالعضلات هاي، اذا ما رجعناه مره ثانيه ووزناه راح يصير عندنا تشنجات هون. تشنجات عضلات الساعد او اشكالات بعضلات الساعد يعني معناتها مشاكل بمفصل اليد الايد، مشاكل بمفصل الكوع، مشاكل يمكن تصل للكتف، مشاكل بالاصابع، مشاكل بكل هالمناطق هاي. وكل الناس تشتغل كتير بإيديها، تعزف على البيانو، تشتغل تسوق موتور كتير، بالخياطة، أي شيء فيه مسك هيك هالإيدي هالحركة هاي حكما رح يكون فيه له مشاكل هون. فرح نعمل اليوم تقوية للعضلات هاي، ولكن غير التقوية اللي بتعرفوها. التقوية الناس اللي بتعرفها هي اللي بتروح على الجيم مثلا، هن دايما بشيلوا هون مثل وزن بحطوه هيك وبنزلوه بطلعوه، صح؟ هاي التقوية، هي تقوية عضلات ساعد معروفة. هاي التقوية بقى نحن ما بدنا اياها، نحن بدنا ندخل بقى بتقويات جديدة بحركات جديدة بحيث انه نقوي هالعضلات هاي بدون اي تبعات سيئة ممكن تصير لهالشي هذا. انا بتحدى اي انسان بقوي عضلات ساعده بيشتغل عليها كتير بهالطريقة هي حكيتها للناس تمرن بالجيم، انه اذا بالغ بهالموضوع هذا وبكون شغله اي شغله بيشتغل فيه ايديه كتير، انه ما يصير عنده مشاكل هون، مع اني عضلاته قوية، مع اني هيك بكون تخن ساعده هون، على الرغم من هيك رح يصير عنده مشاكل بالايد وبالكوع وبالاصابع وبكل شيء. ليش؟ لاني طريقه التقويه هي عم نحكي عليها خطا. اللي بنزل على الجيم وبعمل هالتمارين هي ما في اي مشكله منها، ولكن لازم يعمل تماريننا كمان. تمارين التقويه تبعنا هي تمارين مزيج من مد لهالعضلات هي وتقويه العضلات في حاله المد، وهون السر في الموضوع. ما عم نقوي العضلات نحن في حالات قصرة، او بالنسبه للناس اللي ما بتعرف شلون تعمل تمارين او بتعمل تمارين غلط، هي ممكن تاذي حالها كثير. وانما تماريننا اللي رح نعملها اليوم بتقوي العضلات، ولكن في حاله المد القصوى للعضله، وهيك نضمن العضله قويه في حاله المد تبعها. يعني اول شيء تقويه العضله نفسها، ثاني شيء ضمان انه ما نكون عم نقوي العضله في وضعيه خطا، ثالث شيء تفادي الحوادث اللي ممكن تصير. العضله بتكون باضعف حالاتها وهي ممدوده، بس مدت العضله يعني هاي العضله اللي هون بس اعتبرناها هيك مديناها هيك، هون اذا صار اي ضغط هلا على الايد او عملنا اي شيء غلط هون ممكن كثير تتعرض لاصابه اكثر. اذا كان مثلا واحد شادد ايده هيك بهالحركه هي ممكن تتعرض لاصابه، خلينا نقول 50% هيك مثلا 80% او 90%، لان العضلات هي ممدوده وبحاله المد تبعها هي بتكون ضعيفه كثير في اضعف حالاتها، فاي ضغط زياده عن اللزوم عندنا بتتعرض لاصابه مباشره. فنحن رح نقوي العضلات في حالات المد تبعها، في حاله المد القصوى، بحيث انه نتفادى الاصابات، ما يصير عندنا اصابات وناخذ عندنا عضلات قويه وعضلات ممدوده. شوفوا الفيديو معنا، يعطيكم العافيه. هذا الفيديو راح نقسمه مثل ما قلنا نصين. القسم الاول اللي راح نعمله هلا هو للناس اللي ما عندها مشكله فرط المرونه تبع الاربطه او العضلات، وانما للناس اللي حابه تقوي مفصل عضلات الساعد هون والاربطه والانسجه. طبعا التقويه هي ما فقط للعضلات وانما لكل الجسم او لكل المنطقه هي، مع انسجتها مع اربطتها مع كل شيء. الفكره تبع التقويه اللي رح نعملها واللي رح نبدا فيها هي انه نحن نقوي العضلات في اضعف حالاتها. يعني العضله مثلا اذا اخذنا عضله الزند على كمثال، عضله الزند بهالوضعيه هي اللي هي ممدوده فيها اكثر شيء بتكون في اضعف حالاتها. لما بنبدا بنرفع هون صرنا بالنص تقريبا، هون صار في اقوى حالات العضله. هذا شيء علمي يعني مثبت، كل عضله بالنص تقريبا بنص مجال حركتها بتكون اقوى شيء، اذا رفعنا لفوق اكثر شيء بترجع مره ثانيه بتضعف نوعا ما. فعندنا العضله هي او الانسجه والاربطه تبعها اضعف شيء هن بحالات المد القصوى لتحت او لفوق. ليش؟ لان يلا نحن بهالوضعيه هي الاربطه والانسجه كلها ممدوده بشكل انه يعني يا دوب محموله، فنحن لازم نقوي تماما العضلات في هالوضعيه هي، مشان التقويه ما تكون للعضله بس وانما تكون للانسجه والاربطه وكل شيء ثاني معها. وهي هي الطريقه الجديده اللي عم نعملها هلا هون. التمرين معروف لناس كثير، ولكن رح نعمله هلا بطريقه ثانيه مشان يكون فيه تقويه للعضلات. عم نحكي عضلات الساعد نحن، وبس حكينا عضلات الساعد معناتها لازم نفتل ايدنا هيك، يعني ناخذ كف ايدنا هيك فتلناه على الطرف الثاني حطيناه على الارض، حطينا ايدنا بشكل انه تكون تماما متوجهه باتجاه الركبه، واخذنا نفس الوضعيه هي. طبعا بنحاول تكون اصابعنا كلها على الارض،
بشكل كامل هيك، وكل ما قربنا لقدام جسمنا كل ما صار اسهل، كل ما رجعنا لورا كل ما صار اصعب، بحيث يضل كف الايد كله على الارض والاصابع كلها على الارض. فكل واحد يعمله حسب استطاعته. في ناس رح تكون هيك يكون عندها الم فظيع هون في المنطقه هاي، في ناس رح تكون هون بشكل ما في عندها مشكله. فكل واحد فيكم بياخذ الوضعيه هاي، بيقرب اول شيء لقدام هيك اذا عم نعمل تمرين للطرف اليمين، وبنبدا نرجع بشكل خفيف لورا، بحيث انه هون عم حس الشد عم بزيد، ولكن كف الايد كله على الارض لسه، والاصابع على الارض. ممكن بالايد الثانيه نضغط على الاصابع عشان ما تطلع مع الارض تقريبا. خلينا نقول هذا هو المجال تبعنا. بعد ما نبدا هيك الركبه طبعا الاصابع موجهه للركبه، نستنى تقريبا دقيقه كامله، بنضل بهالوضعيه هي دقيقه كامله. دقيقه كامله ما فيها تقويه، وانما مد للعضلات اول شيء، مد العضلات والانسجه قبل ما نبدا بالتقويه. هلا رح نبدا بعد الدقيقه، بعد ما خلصت الدقيقه ونحن بهالوضعيه هي بنبدا كاني بنضغط بكف ايدنا على الارض، كاني بدنا نعمل هالحركه هيك نقلب الكف. يعني احنا اذا واحد عمل كفه هيك بده يقلبه لفوق، ولكن احنا عندنا الارض هون ووزن جسمنا بمنعنا من هالموضوع هذا، وهذا هو تمرين المقاومه والتقويه. يعني انا عملت هيك خط الوضعيه هي، هلا بحاول كف ايدي اضغطه على الارض، بضل ايدي كامله مشدوده هي هون، كل شيء نفسه مثل ما هو، ولكن بحاول انا بكف ايدي كاني عم بضغط على الارض، كاني بدي اعمل هيك اقلب ايدي لفوق، وبضغط بضغط 10 ثواني 10 ثواني قد ما بتحسنه. تمرين جيم، تمرين حديد، يعني مثل تمرين المقاومه، تمارين الناس تروح على الجيم وتعمل تمرين مقاومه بتضغط قدر الامكان. وهون نفس الشيء، كل واحد حسب استطاعته، وبنضل نضغط نضغط على الارض تقريبا فتره 10 ثواني 12 ثانيه 13 ثانيه، بعدين بنرجع بنرخي مره ثانيه، وبنضل محل ما نحن، بنرخي 30 ثانيه وبنرجع مره ثانيه، نضغط 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 كف الايد كامل على الارض قد ما بنحسن قد ما بنحسن قد ما بنحسن قد ما بنحسن. 10 ثواني 12 ثانيه بنرجع بنرخي مره ثانيه، نرتاح 10 ثواني 20 ثانيه بنرجع مره ثانيه، ثالث مره كمان بنضغط نضغط 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 وبنرجع بنرخي. وبس خلصنا، بس كملنا عملنا 3 جولات ضغطنا فيها 10 ثواني 12 ثانيه ورخينا ورجعنا عملنا مره ثانيه، بنشيل ايدنا عن الارض وبنحاول قدر الامكان بشكل اكتف انه ننزل هذا هيك لتحت هالوضعيه هي. قد ما بنحسن قد ما بنحسن قد ما بنحسن قد ما بنحسن، بنضل هيك 10 ثواني 12 ثانيه 13 ثانيه قد ما بنحسن قد ما بنحسن، وبعدين بنرجع مره ثانيه بنرجع ايدنا. طبعا تمرين رح تشوفوا رح يعملوا، يعني تمرين مو سهل ابدا مثل ما هو مبين. فبرجع بعيد الخطوات، حطينا ايدنا اول شيء على الارض، ضغطنا رجعنا لورا، لوقت ما حسينا الشد هون صار يا دوب محمول قوي موجود كثير يا دوب محمول، نضل دقيقة كاملة بهالوضعية هي. بعد الدقيقة بنبدأ بنضغط كف ايدنا على الأرض 10 ثواني 12 ثانية، كل جولة رح تكون عبارة بين 10 ثواني ل 15 ثانية، رح نعمله دائما 3 جولات، 15 ثانية الجولة الأولى، بعدين بنرجع بنرخي، يعني ما بنضل نضغط ولكن بنضل بنفس البوزيشن، بنضل بنفس الوضعية، بنرجع نرتاح، بنضل بهالوضعية هي 10 ثواني 20 ثانية، وبنرجع بنعمل الجولة الثانية والجولة الثالثة. وبعد ما نخلص ضروري ضروري بعد ما نخلص انه نمد كف ايدنا ونحاول ننزل الكف قدر الامكان مع اصابع مشدوده قدر الامكان لتحت، عشان نعطي اشاره للدماغ نحن هالحركه هي بدنا اياها، لازم يتعلمها لازم يعملها. وهي تماما الحركه هي عكس هي، شوفوا هي الحركه هي عكس هي، وهي الحركه هي اللي لفوق هي الحركه اللي بنعملها دائما، ماسكين شيء عم نسوق عم نعزف على جهاز بيانو عم ناكل عم نشرب، دائما عندنا هالحركه هيك. فهي الحركه هي الحركه العكسه تماما، وهي الحركه اللي بتوازن العضلات على الطرف الثاني، وهيك مستحيل يصير عندنا هون مشاكل يكون سببها العضلات او الانسجه بهالمفصل هذا بهالمنطقه هي كلها. ويعطيكم العافيه. المقطع هذا رح يكون للناس اللي عندهم هايبر موبيليتي، الناس اللي عندهم فرط في مرونه الاربطه والانسجه، رح يعملوا تقريبا نفس التمرين تبع القسم تبع الناس العاديين اللي ما عندهم هالمشكله هي، ولكن بطريقه شوي مختلفه. الاختلاف البسيط فيها هي انه رح نبدا بنفس البدايه، تمام؟ رح ناخذ هالوضعيه هي قدر الامكان ما نبالغ فيها، ولكن نحس هون بشد عضلات، وبعد ما نضل دقيقه تقريبا بهالوضعيه هي نبدا نضغط كف الايد على الارض نفس البدايه تمام. الجوله الاولى 10 ثواني ل 15 ثانيه الجوله الاولى، بعد ما نخلص الجوله الاولى ما بنضل مكاننا هيك لفتره 20 30 ثانيه راحه وبعدين نبدا بجوله ثانيه، وانما بنقرب شوي لقدام، يعني بنخفف التشنج تبعه بنخفف الشد تبعه، وبنعمل الجوله الثانيه كمان 10 ثواني 15 ثانيه، بعد ما نخلص نضل بهالوضعيه هي ونقرب شوي لقدام. يعني الفرق بين النوعين، بس النوع الاول الناس اللي ما عندها مشكله الفرط المرونه هي بتضل دائما بنفس البوزيشن، تعمل الجوله الاولى تخلص ترتاح بنفس البوزيشن، الجوله الثانيه الجوله الثالثه وخلاص.
الناس عندها هايبر موبيليتي بتعمل جولة الأولى بهالوضعية هاي، بعد ما تخلص الجولة الأولى بتقرب شوي لقدام، تعمل جولة تانية بتخلص تقرب شوي لقدام أكثر، تعمل جولة ثالثة وهكذا. التمرينين تماما مثل بعضهم، ولكن اللي عندهم هايبر موبيليتي ما بضلوا بنفس البوزيشن، وانا دايما بيسهلوا بعد كل جوله بروحوا لمجال اكثر، لان احنا لازم نقوي عندهم الاوتار والانسجه والعضلات بكل الوضعيات، بينما الناس اللي ما عندها المشكله هاي لازم نقوي عضلاتها وانسجتها بوضع الشد الاقصى القصوى، وضعيه الشد القصوى. هون هي بهمهم الموضوع، الناس عندها هايبر موبيليتي بهمهم الزوايا الثانيه. وهذا هو الفيديو تبع اليوم.